الله يحفظك. اذا متابعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من المدينة الرياضية ومن ملعب ابن بطوطة. كما كتخدم معنا يعني المئات او الالاف ديال الجماهير حاليا يعني داخلين الملعب. المباراة بقات لها دقائق قليلة قبل بداية المباراة ديال الأهلي المصري والفلامينغو. كما كتلاحظوا معنا يعني هنا كما كتشوفوا معنا مئات ديال الناس غير في باب واحد اللي هو المنطقة السادسة، وكاين عدة بيبان كل باب على هذا الشكل هذا، يعني آلاف ديال المشجعين داخلين يتفرجوا. هذا هو الماتش الاخير اللي غادي يتقام في مدينة طنجة. متابعي قناة شوف تيفي كما كتلاحظوا معنا، شوف شحال ديال الجماهير حاليا كتوافد على الملعب. يعني بقات دقيقة بالضبط وغادي تنطلق المباراة. التوقعات ديالنا حنايا معروفين كمغاربه متفتحين على العالم يا صديقي، حنا جينا هنا باش نلاحظوا غير المستوى ديال الاداء، واللي جاب شي مستوى نتيجي بصحته. انا قلت لك ماشي جيت نشجع شي جهه معينه او شي كليب معين، انا قلت لك يعني جينا باغي نتفرجوا العرض الكروي. الاسعار ما كتقول والو الاسعار. هذوك بوحدو، هذوك ضايف بوحدو مات. Thank you.
هاني الخوا هاني الخوا وهذا بخير عزيزك اخي انس الله يرحم بابك. ها فلسطيتو لا يمكنش انت عارفه شبرنا شو واحد الو متابعي قناة شوف تي في حاليا المباراة راها بدات ودازت فيها جوج دقائق ويعني باقي الجماهير باقيين داخلين الملعب Yeah, I'm excited, but no, so it feel boring because today it was the final, and we lost the last game, and it's terrible to us. But now we have to stay with our team every time, everywhere. When we win, when we lose, so now that's it. 3-0 Flamengo. Okay, what do you think? Who's gonna be the winner for the club world champions? Real Madrid or Real Madrid. Yeah, of course. Wish you a good luck for Flamengo. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye. See you guys. Thank you. Flamengo. اذا متابعي قناه شوف تيفي كما سمعتوا معنا توقعات ديال الجمهور ديال الفلامينغو اي هذا انت حس عنده شوف عنده الباب هذا انت تكون الباب هذا إذن متابعي قناة شوف تيفي كما كتلاحظوا معنا دازت الخمس دقائق الأولى من المباراة ويعني كما كتلاحظوا مازال المئات ديال الجماهير داخلين الملعب ومازال اللي جايين في الطريق كما كتلاحظوا معنا مازال ما دخلوا الملعب و
وسابقا شفت في وصلنا نهاية البث المباشر، نتلقاو بعض دقائق بث مباشر آخر.